الفريقين في الشوط الثاني. نتمنى أن يكون شوط أفضل حالا من الشوط الأول مشاهدينا متابعينا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس. عبد الله بكري طلع كرة إلى ركلة ركنية، يستعد من على مقاعد البدلاء أحمد الصغيري للدخول من صفوف فريق فاركو، لكن نشاهد ونتابع الركنية أولا لفريق المصري البورسعيدي من على يمين محمد سعيد شيكا، ملعوبة محاولة لمس الكرة بالراس من عمرو موسى، مقطوعة رجعت. كريم العراقي بيحاول تصطدم وترجع تاني، كرة في الجانب الأيسر، الشامي يدخل منطقة الجزاء، الشامي إلى ميدو، ميدو عملها، ميدو ترجمها وفي الشبكة يسلمها، ومع الساحرة المستديرة حبي كملها في الشبكة، تكملة جميلة من ميدو جابر، كرة أرسلها في الشباك، يعلن عن هدف أول مع الدقيقة 54 من أحداث المباراة ميدو جابر، ومن تحضير رائع عن طريق محمد الشامي، تسديدة زاحفة أرضية قوية على يمين محمد سعيد شيكا، كرة كريم العذائي لمست اصطدمت مقطوعة من رزقي حمرون، تيات في الجانب الأيسر، هنا أمامنا الشامي يدخل يتوغل، أرسلها إلى ميدو، سدد لمست في قدم عبد الله بكري على ما يبدو، ثم احتضنت الشباك على يمين حارس المرمى محمد سعيد شيكا. أخيرا وصلت للشبكة، حنت في المرمى، رنت، أعلنت عن فرحة أولى للمصري البورسعيد. اصطدمت بالفعل بقدم عبد الله بكري، غيرت اتجاهها نوعا ما، محمد شيكا حاول راح للتصدي لكنه يفشل في الابعاد، دخلت ومرت وصلت الى شباك الحارس، كان البدري والله هو اللي بيحاول، وهدف جاء في توقيت مبكر وبلد